إنها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرفع اسم آيات التهنئة والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء الموقر، والحكومة الرشيدة وللشعب الكويتي الوفي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية. عسى الله يديمها علينا من نعمة، وعسى الله يحفظ هذا البلد من كل سوء تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه. احنا اليوم سعيدين في وزارة الصحة أن نقيم مثل هذه الأنشطة. هذه الأنشطة مهمة جدا في تعزيز الروح الوطنية للمواطنين، في تعزيز روح الألفة والتعاون، روح الإيثار والعطاء. نستذكر فيها يعني ما قام به الأجداد والآباء من تضحيات. اليوم الأعياد الوطنية هي 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 فرحة وهي عبرة بنفس الوقت، عبرة نعتبر بالتاريخ، نفتخر بهذا التاريخ الكبير اللي سطروا آبائنا وأجدادنا. سعيدين بمشاركة أكثر من 58 قطاع من داخل وخارج وزارة الصحة، سعيدين أن نشوف هذه الألفة وهذا التجمع الرائع اللي موجود. عسى الله إن شاء الله لا يقطعها من عادة، ويديم علينا إن شاء الله الأفراح دائما وأبدا. مشكورين، يعطيكم العافية. إنها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب، قد بناها القوم من أجدادنا فارتقت بالمجد هامات السحب. إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب. يا بلادي دمت للكون ضياء وملأت الأرض شعرا وأدى. إنك اليوم كمرج أخضر قد كساها الله حسنا وعجب. إننا الأسمى إذا الغير سما، جل من أعطى وأجسل ووهب. إننا بالحرب سيفا وقلم.